بونجور لي في مرحبا بكم معايا مره اخرى في لاشين ديالي ليدي ياقوت. مبروك عواشركم بعدا، نتمنى ندوز عليكم بالخير وبالبركه وباش ما تمنيش ان شاء الله. فوالا فوالا دخلت ندخل لكم الموضوع ديال هذا الفيديو، قلت لكم بواحد الغوفي غادي نجرب فون دو تا اخيرا كيف تيقولوا عليه المقربين واللي تيعرفوه لي بيان سور اونفا غتبدلي الفون دو تا، لانني انا وفيه صافي ديزاني وانا كنستعمل غير ماي بيلين دريم مات موس، يعني واحد 15 اون كاع والله ما عقلت شحال بالضبط، ولكن راه صافي ديزاني صراحه بزاف. يعني فوالا فوالا كنستعمل هاد ماي بيلين دريم مات موس كيف قلت بزاف ديال الاعوام، رقم 30 اللي هو تيجي مع لو تان ديالي. فوالا قبل ما نهضر لكم عليه كنقول لكم واحد النصيحه للناس، كي اللي كتايطالي اولا تمعصي الفون دو تان ديالها بالصبيعات ديالها ما تنصحهاش، لان يقدروا يكونوا عندك الضفيرات تقبشي بهم لابو ديالك، اولا يدك تكون مسخه مثلا او عندها فيها دي باكتيري اللي يقدروا ياديو لابو ديالك. يعني ما كنصحش نهائيا البنات انكم تستعملوا اصبعانكم. فوالا مع ديال غسلتو بيان سور اولا ما كانش عندكم الضفيرات تو سامبلومون. انا كنستعمل هاد البغوص هادي الملعقه فوالا فيها واحد الشعيرات اش غنقول لكم البنات، حرير يعني بحال كتايطالي بحرير صراحه رطبين بزاف، خديتهم غير من دوك الفراشات اللي تيفرشوا في الشارع يعني في السوق ولا في اي بلاصه، خديت منهم تقريبا شي ثلاثه يمكن، وحده كبر من وحده فيهم الاحجام كبير صغير بخمسة دراهم البياسه، يعني صراحه ثمن رخيص بالقياس وزوينين كاليتي، يعني راه الشعر ما كيطير ما والو شبر مزيان وزوينين صراحه خمسة دراهم وراه والو. فوالا بالنسبه لهاد الكاليتي ثاني حاجه كنبغي ايطاليانا اكثر صراحه بهاد البيوتي بلندر، سمحوا لي راه مسخه بزاف لان كنستعملها بزاف، كاين هاد البلاصه المقمقمه ديال لونتي سيرن وهادي بيان سور انا كان ايطالي بها بيان سور كان ايطالي بها لابو ديالي اولا الفون دو تان. فوالا فوالا هادي اللي خديتها البنات، عجبني الشكل لا كولور، هي خديتها من دوك الفراشات اللي تيفرشوا كنتعاونوا معاهم ساكن، حتى هي غير بخمسة دراهم باقي ما جربتهاش، الشكل ديالها عجبتني زوينه وفيها لي كولور فيها عجبتني انايا صراحه، مازال غادي نجربها لي في ونقول لكم نرد عليكم الخبر تو سامبلومون. وانا غادي نرجع للماي بيلين دريم مات موس اللي كنستعمل انا كي قلت وفيه لي يعني منذ سنوات، كي كاموفلي لي زامبيرفيكسيون، كي لي طاش بروين، كي يعطيك واحد ليفي ناتوريل، يعني بحال كتباني بما انك ما دايره حتى شي حاجه لابو ديالك، يعني كتباني بحال ما دايراش فون دو تان. فوالا كتباني طبيعيه بزاف. الحاجه اللي ما كتعجبنيش انني انا ضروري ناشف بزاف، ضروري خصك ديري كريم ايدغاتونت لانه تيتقشر تيبدا تيتحب تيتكور وتيبدا ممكن يبدا يتكور ويطيح، يعني كيبدا يتفرتت تو سامبلومون، دونك ضروري خصك ديري تحت منه واحد الكريم ايدغاتونت. فوالا هذه هي المساله اللي شويه كتزعجني فيه. حاجه اخرى البنات اللي عندهم لابو ناشفه بزاف غير بصحة البنات ما تستعملوش، كنصحكم ما تقربوش ليه نهائيا لان ما وافقش لكم لابو باسكو هو ديجا ناشف وانتم غتكون عندكم لابو ناشفه، دونك ما موافقش نهائيا لابو ديالكم. فوالا تو سامبلومون دونك اخيرا كيف كيقولوا قررت نجرب فون دو تا اخر اللي اشنو اختاريت، فكنت مؤخرا مارينا مول ودخلت الفلورما فقنعتني واحد الفوندوز اللي هي ظريفه بزاف صراحه مؤدبه ما عندي ما نقول عليها، يعني تري تري جونتي ديك البنت سي تو باس بار لا جو تو في غرو بيزو. فوالا ظريفه بزاف عطاتني نصائح كثيره ونصحتني بهاد الفونديشن ديال اش دي انفيزيبل كوفر فونديشن فوالا اس بي اف 30، باقي ما جربتوش البنات انا يلا غادي نتيستي دابا حداكم وقدام عينيكم. جاتني انايا يعني شويه فوطي على لو تان ديالي، ما عرفتش انا جاني بحال هكا ما عرفتش، المهم دابا غادي نشوف. هي قالت لي هذا هو اللي غادي يوافق لك لابو ديالك. فوالا على بركه الله غادي نتيستي قدامكم لي في بجوجهم
غادي تشوفوا معايا كيفاش هذا اللي انا ديجا كنستعملو. كانت قاعده لي وخديته بيان سور لينا ما نقدرش نستغنى عليه. كتحطي غير واحد الشيه هكا لابو ديالك. انا درت هنا غير حيت يدي استعملت سبعاني حيت اليد ديالي فوالا لي في غير باش يبان لكم مزيان. دونك هنا شفت كيعطي واحد لي في ناتوريل صراحه ما كاين لا بريونس لا حتى شي حاجه تيدرق لك يعني صراحه كل شيء. انا ديجا يدي فيها شي تخيريفات خفاف صراحه ما بقاش يبانوا نهائيا والو وكيبان بحال ما دايره انا حتى شي فون دو تان ما دايره والو نهائيا. ف كيعجبني صراحه انا يعني يعني فان لهذا الفون دو تان هذا ديال ماي بنين عاشقه له. وكيف قلت راه كنستعملو راه واحد 15 16 سنه فوالا. اذا كيف كتشوفوا ما كاين لا بريونس لا تشعشعه لا حزانون ما كاين والو كيبان بحال ما دايره حتى شي حاجه فوالا فوالا. دونك غادي نقارن دابا الاخر اللي فيه هاد فلاكون بومب. هادي اللي عجبتني صراحه انا كيعجبوني هكايا يعني كي ساهلين في الاستعمال. ديجا كيف كتشوفوا بانت لي التكستور ديالو خفيفه يعني ماشي غتجيني صعيبه باش نطالع. دونك فوالا لو تا ماشي ديالي صراحه او نو 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 يعني زادت فونسات لي لو تان ديالي يعني فوالا. معرفتش كيف كتشوفوا البنات معايا كاين واحد الفرق بسيط. دونك هذا بحال فونسالي لابو ديالي هذا زاد غمقني غمقني اللون ديالي. هذا بيان سور ما نهضروش عليه هذا ديجا انا كيف قلت يعني مزيان ليا كنستعمل دائما. فوالا البنات من خلال ما جربتهم بجوج غنهضر لكم بكل صدق بكل صراحه بلا ما نكذب بلا ما ننافق فوالا. بالنسبه للودور ديال اش دي هذا ديال فلورمار جوست واو صراحه غزال الريحه البارفان ديالهم توب يعني تقدر دير له وجهك وانت مرتاحه ما كت يعني ماشي شي ريحه مزعجه لا والو. العكس ديال هذا ديال موس مابلين ما فيه حتى شي ريحه والو في كتشمي بحال ريحه برودوي كيميك شي بحال ميكا مزعجه شويه الريحه اللي كاينه في هذا ديال مايبلين. غير باش ما نكونش كنكذب ولا كنافق البنات راه بحال بحال. الديفو اللي كاين في هذا ديال فلورما هو انني ما اختارتش ليا البنت اللي كيجي مع لو تان ديالي اولا النمره ديالي هي عطاتني 100 ميديوم بيج نورمالمون راه خصني ناخذ النمره الاخرى ماشي هادي فونسات لي لو تان ديالي ولا بحال برونزيه تو سامبلومون يعني فونسات لي لا كولور ديالي. العكس ديال ماي بنين ما كنصحش به البنت اللي ناشفه شويه ولا بو ديالها مدهنيه لان غادي يبدا يسيل من بعد ما يقبضش ليها يعني توت لا جورني. هادشي اللي غادي نقدر نقول لكم اللي فيه. دونك انا غادي نبقى الا جينا نشوفو راه بحال بحال غنستعملو مره اخرى غناخذ لو تان ديالي النمره اللي غتجي لي مع لابول لان هذا هو الديفو اللي لقيت صراحه ما بحال بحال تقريبا نفس الكاليتي نفس كي كاموفلي حتى هو كلشي تي اوني في لابو يعني ما كيخلي ما كيدير حتى هو صراحه مزيان بزاف عجبني هذا ديال فلورما. كيف قلت الحاجه الوحيده اللي ما عجبتنيش هي ان النمره ماشي ديالي يعني خصكم تبقاو تيسيو البنات بزاف الا مشيتو عند فلورما بقاو تيسيو اسيو كلهم حتى طيحوا في لو تان ديالكم فوالا فوالا فوالا. كيدير 175 باش خديتو هذا طاح في الثمن لان راه قديم تقريبا راه صافي ديجا انا كنت كناخذو ب 170 حتى هو حتى دابا وليت كناخذو 80 درهم شي حاجه طوب بجوجهم. هذا بالعكس عنده امتيازات على هذا في لو دو فلودور باردون في التكستور ساهل بزاف باش ايطالي فوالا فوالا. بغاف لي في دونك بجوجهم زوينين بجوجهم نستعملهم انا اونفا اونفا غادي نقدر نبدل لو فون دو تان ديالي الاعتيادي فوالا.
بغيت لا جربات فيكم جبنتي وحده فيكم تخلي لي كومونتير تحت هاد لا فيديو هادي. الا عجبتكم هاد لا فيديو خليو لي كومونتير ولايكيو. انا اللايك راه ما كيزيدني ما تنقصني، غير انا تنفرح بيان سور ملي كنشوف بان لا فيديو عجبتكم. فوالا فوالا، دونك ما تنساوش اللايك بلو كومونتير. بيزو بيزو، اي على لا بروشين.